اهلا بكم حلقة جديدة من مطبخ اسيا وصفات الاطفال لسه مستمرة. النهاردة هنعمل وصف او يعني مقترحات لوجبات الاطفال او اسبوع وجبات الاطفال اللي احنا اتكلمنا عنه. هنعمل اشهر حاجة الاطفال بيحبوها واللي بيركزوا دايما ان هم يشتروها من برا. الحلقة هيبقى فيها اصابع الدجاج المقرمشة، هيبقى فيها اصابع السمك بنكهة حلوة زي الشبت والزيتون، هنعمل كمان مع بعض الناجتس البيتي، وهنعمل البوب كورن بتاع الدجاج البيتي. فالحلقة النهاردة ممكن تبان ان هي كتيرة، بس صدقوني هترتاحوا من الزن قدام محلات الجانك فود في الشارع. اول حاجة هحتاجها للوصفة الاولانية اللي هي اصابع الدجاج المقرمشة. طبعا انا مسخنة الفرن، هحتاج اصابع او دجاج، صدور دجاج اقطعها على شكل ستريبس بالشكل ده. دايما حاولوا تقطعوا بالورب، ودايما استخدموا صدور كبيرة. الصدور الكبيرة بتدينا مساحة ان احنا لما نقطع بالورب تبقى الحاجة يعني يبقى ستريب طويل معانا شوية. عندي هنا الكورن فليكس عشان هي مقرمشة، فهستخدم الكورن فليكس. عندي دقيق، هحتاج تقريبا بيضتين. هحتاج بقى اللبن الرايب، عشان اللبن الرايب بيطريها وبتبقى بيسرع عملية السوى، خصوصا ان انا النهاردة مش هقليها، هدخلها الفرن. وهحتاج طبعا بهارات، زي هحتاج الدقيق، هحتاج بودرة الثوم، بودرة البصل، وبس كده. الحاجات التانية دي هحتاجها للسمك. اول حاجة هعمل خلطة البوب كورن او الكورن فليكس، مش البوب كورن. هجيب هنا كورن فليكس، وطبعا الكورن فليكس العادي بالذرة ما فيهوش اي نكهة. بالظبط كده تمام. هحط معاه شوية ملح، هحط معاه بودرة البصل، هحط بودرة الثوم، وهحط كمان فلفل اسود. وهضرب الحاجات دي او هفرمها فرم خشن في الكبة. هزود شوية زيت زيتون للخليط ده، عشان ده اللي هيخليه يمسك في بعضه، حوالي معلقة. تمام كده، انا عايزة القوام ده. بصوا بقى، ده القوام اللي انا محتاجاه بتاع البوب كورن بالشكل ده، او بتاع الكورن فليكس. انا مش عارفه ليه مصممه ان هو البوب كورن، يمكن عشان هعمل البوب كورن الفراخ. فهاخد هنا الكورن فليكس، وهاخد اللبن هخلطه مع البيض. خلونا بقى نوسع شويه. هاخد بيضتين تقريبا، ممكن نعمل حاجة لطيفة، نتبل الأول الفراخ مع اللبن الرايب، أو ممكن نعمل اللبن الرايب مع البيض، لكن أنا شخصياً بحب أوزع بين هنا وبين هنا، يعني شوية كده، وبعدين أجيب الفراخ أتبلها باللبن الرايب ده. اللبن الرايب قلنا لو مش متوفر في البيت ممكن نعمل حليب عادي او اللبن العادي معاه عصير الليمون، بيدينا نفس النتيجة. هحط بقى للفراخ بودرة الثوم، وفي نفس الوقت هحطها للدقيق عشان تبقى حتى الطبقة الخارجية حلوة او طعمة. بودرة البصل وللدقيق كمان فلفل اسود للدقيق كمان الملح للدقيق والملح للفراخ. تمام كده. هجيب بقى الجوانتي، وقبل ما اجيب الجوانتي هجيب ورق الزبدة، لانه لازم ارصهم قبل الفرن على حاجة كده تبقى مخرمة زي صينية البيتزا عشان الحرارة توصل، وفي نفس الوقت احط ورق الزبدة عشان خاطر ما يتلسعوش. هاخد بقى الفراخ دي، بس خلوني اقلب الدقيق. تمام،
واضرب البيض مع اللبن. قبل ما ابتدي انغمس في الحاجات دي، خلوني اتكلم على الوصفة التانية اللي هي السمك، واتكلم على تتبيلتها. بالنسبة لوصفة السمك، انا هحتاج اي نوع من انواع السمك الابيض. بحب استخدم اللوط او الهامور، هو اللي بيبقى ملحم وبيبقى حلو. بنخلي او لما بنجيبه فيليه بنحاول نقطعه بالشكل ده، يعني صوابع كده عشوائية تبقى طويلة شوية. بحتاج له تقريبا بيضتين. هو كمان انا بحب اتبله بمعجون الزيتون الاخضر، بيديله لمسه حلوه ومزازه حلوه. لو مش موجود ما فيش مشكله. وبحتاج له شبت، عصير ليمون، بودره الثوم، بودره البصل، ملح وفلفل ودقيق. فاول حاجه هعملها، بحب ان انا اخد بودر او معجون الزيتون ده حوالي معلقتين كبار، بتبل بيه السمك عشان يتشرب من الملوحه بتاعه الزيتون، بتديله طعم حلو قوي، فما بيبقاش السمك زفر معايا لما بقليه. ومفروض ان هو يقعد في التتبيله دي على الاقل حوالي نص ساعه، بتديله طعم حلو. تمام، حركينه هنا على جنب واكمل وصفه الفراخ عشان بس الوقت ما يسرقنيش. تمام كده، هروح بقى جايبه الفراخ اللي انا محضراها. مفروض ان هي كمان تتساب في التتبيله حوالي على الاقل نص ساعه، بس احنا عشان الوقت هنتعامل اهو. هاخد بقى الفراخ اعديها في الدقيق وبعدين في البيض اللي هو مزيج البيض واللبن، وبعدين في خليط الكورن فليكس بزيت الزيتون، واروح جايبه الورق ورصاها بالشكل ده. هحاول احط مثلا دي هنا عشان بس يتفرد الورق، وهعيد نفس الموضوع، الدقيق وبعدين البيض وبعدين الكورن فليكس. ويستحسن ان احنا نخبزها، لانه لو قليناها الكورن فليكس هيتحمر بسرعه والفراخ مش هتلحق. وعلى فكره بتتحمر بيبقى شكلها جميل جدا وكمان صحيه جدا، وهو حاجه مضمونه عن الحاجات اللي بنشوفها وبنسمعها بره. ومساله مش حرمين هم من حاجه، يعني ما تبقيش يعني بتحاوليش تبقي ام مستبده مع طفلك. لاحظي ان الطفل ده قدراته على قده، يعني درجه الاستيعاب عنده محدوده جدا. فحتى لو انت عايزاه له الخير وبتمنعي عنه الحاجه عشان خير، هو بياخدها كانك بتحرميه. فحاولي ما تبقيش الام المستبده، حاولي تعتمدي دايما مبدا التفاهم، اتفاهمي معاه، اقنعيه، لاقي حلول وسط، لاقي حاجات كتيره قوي. طيب انا طبعا حركينهم على جنب، مفروض ان احنا ندخلهم للفرن لمدة 20 دقيقة. كل 10 دقايق بنقلبهم، يعني نقلبهم الناحية التانية بعد 10 دقايق. الفرن محمي من فوق ومن تحت لحد ما يتحمروا. ساعات بياخدوا 25 دقيقة. يستحسن كمان نستخدم الفراخ اللي بتبقى مجمدة عشان بتبقى الريدي التجميد مسويها، فبتبقى طرية وبتستوي بسرعة. تمام، انا دلوقتي هركن الحاجات دي على جنب واشتغل في السمك عشان ما اضطرش ان انا انسى نفسي واعيش في الفاصل ده. هخليه هنا عندي دلوقتي السمك، على فرض ان هو استريح في التتبيلة وكل حاجة. هروح جايبة البيض، عندي البيض هنا، هروح جايبة هنا الدقيق ده، هزود له شوية شبت. تمام كده، انا الدقيق بتاعي بقى فيه شبت. الشبت مع السمك بيمشوا حلو قوي، ممكن ازود كمان شوية. تمام كده، هزود بيضة زيادة كمان للخليط لانه البيض ده قليل.
وحاجة بقى، السمك مش حقليه، لأنه السمك يعني هو حساس جدا، فلو حقليته حي منها يعني حيفقد قيمته، كمان حيبقى مش عارفة أقولها إزاي، بس حيبقى السمك بيفرول مني في الطاسة. فخليني بس أسويه كأنه على الشواية بالظبط، بنسبة زيوت قليلة قوي. ممكن تستخدموا زيت الزيتون، وممكن تستخدموا الزيت النباتي، حوالي معلقتين كبار، أضمن بس إنه الطاسة مش هتلزق. مستحسن تستخدموا كمان الطاسات اللي بتبقى غير قابلة للالتصاق، أو طاسات ألومنيوم يكون من الحاجة النظيفة اللي ما بتلزقش. فهاخد صوابع السمك، لو بتحبوا الطعم لادع أو لو مفيش مثلا معجون الزيتون، ممكن عادي جدا تخلوا أو تتبلوا السمك ببس العصير الليمون والملح والفلفل. فأنا هحتاج شوية دقيق سادة. اوكي، هاخد في الدقيق السادة الاول السمك بالشكل ده. خلونا نعمل كم صباع. اهو، وهعدي الصوابع في البيض، وبعدين في الدقيق اللي بالشبت. انا ما حبيتش اقلي او اقليه قلي غزير عشان خاطر الشبت ما يتحرقش، وحروح واخداه وحطاه هنا ووطي النار عشان ما يتسرعش عملية انه يتحمر والسمك لسه ما لحقش يستوي، ولو ان السمك بيستوي بسرعة عكس الفراخ. وعدي هنا اهو كمان واحدة. اظن كده فهمتوا الفكرة عاملة ازاي. اما بالنسبة للستريبس او اصابع الدجاج المقرمشة، بدخلهم لدرجة حرارة 180 زي ما قلت، لمدة 20 دقيقة بس، كل 10 دقايق بقلبهم. ويستحسن او يعني ضروري ان الفرن يكون والع فوق وتحت، وتتحط في الرف اللي في النص. هطلع فاصل وارجع لكم بعد الفاصل نكمل باقي وصفات وجبات الاطفال. شوفوا بعد الفاصل. رجعنا لكم بعد الفاصل. عملنا مع بعض في الفصل الاولاني اصابع السمك بالشبت زي ما انتم شايفين، شويناها في شويه زيت، وعملنا كمان اصابع الدجاج او ستريبس الدجاج المقرمشه مخبوزه في الفرن، ده شكلها النهائي. دلوقتي هنشتغل في حاجه اسمها البوب كورن بالدجاج، وهنعمل كمان الناجتس البيتي. الناجتس البيتي انا هحتاج له صدور دجاج، وهحتاج له كمان خميره فوريه، هحتاج له حوالي كوبايه من الدقيق، هحتاج له كمان ملح وفلفل، وكوبايه من الميه الدافيه. لكن بالنسبه للبوب كورن هحتاج له الفراخ، وهحتاج له بيض، هحتاج له دقيق، هحتاج له او توست المفروم. ما تستخدموش البقسماط، لان البقسماط بيتحمر بسرعه، لكن التوست بيدينا شويه مساحه على اساس ان الدجاج يستوي بسرعه. هستخدم بودره الثوم، بودره البصل، بابريكا، والملح والفلفل. خلونا الاول نقطع الدجاج. البوب كورن والناجتس زي بعض، بس البوب كورن ممكن نقطع الفراخ صغيرة، لكن الناجتس ممكن نقطعها شوية كبيرة. هنبتدي بالناجتس، خلينا نقول كده الحجم ده على اساس انها تبقى شبيهة بتاعت برا اهو. بالشكل ده هتبلها بشويه ملح وفلفل. وعندي هنا الزيت بيسخن، بس خلوني اوطي عليه. لازم الزيت اللي بنقلي فيه البوب كورن والناجتس يكون سخن قوي، وبمجرد ما ندخل بالحاجه نروح موطين النار، عشان خاطر التوطيه دي هي اللي هتخلينا او هتخلي الفراخ تستوي. هسيبهم هنا، وهبتدي احضر دلوقتي الخليط بتاع الناجتس. الخليط بتاع الناجتس هحتاج تقريبا بيضه، البيضه دي عايزه اخفقها، مش عايزه استخدمها كده على طول، عايزه اديها خفق شويه، بس قبل ما اخفقها خلوني احط الخميره. الخميره هي اللي بتديني الطبقه يعني الفلافي اللي بتبقى للناجتس في الاخر دي. حوالي معلقة صغيرة من الخميرة
حطها مع مقدار نص كوباية أو ربع كوباية مية دافية عشان تتفاعل أول، وغطيها واسيبها. عندي الشوكة، هروح واخدة البيضة دي وخفقاها كويس قوي عشان بس أسلك البياض من الصفار بالشكل ده. هروح دلوقتي ضيفة البيضة، تمام كده. هضيف شوية من الملح، بس خلونا الملح نضيفه آخر حاجة عشان خاطر ما يحصلش أي مشاكل مع الخميرة. الدقيق حوالي كوباية من الدقيق، وثلاث ارباع كوباية المية اللي فاضلين من المية الأولانية، يعني الإجمالي كوب. قيسوا المية، متعملوش زيي بس أنا عشان شو بتعود على الأول. وهحط الملح، عشان بس الملح ما ينفعش يبقى كونتاكت دايركت مع الخميرة بيقتلها. شوية فلفل، وهطحن الحاجات دي مع بعض. تمام، وهجيب الخليط ده. خلونا بس نشيل اي حاجه ملهاش لازمه، دي خلصنا منها. هجيب بوله واحط فيها الخليط اللي انا حضرته بتاع الخميره ده، المزيج بالشكل ده. وهناخد بقى الفراخ اللي احنا متبلينها دي، هنحطها في الباتر او الخليط ده كده. مفروض الخليط ده بياخد كمية كبيرة من الناجتس. عندي هنا الزيت زي ما قلت ادحاه، هروح موطية على طول عشان خاطر زي ما قلت الفراخ تلحق تستوي اهو. الخميرة دي هي اللي بتديها الطبقة الطرية اللي على بره دي. لو ما عندكوش طاسة عميقة ممكن تعملوه في حلة او كزرولة. مهم انه لازم يبقى مغطيها، ما تقعدوش تقلبوا يمين وشمال، لا خلوها على الاقل تاخد شوية اللون الذهبي. اهم حاجة تكونوا موطيين النار زي ما قلت عشان الطبقة الخارجية ما تلحقش تتحمر والناجتس لسه ما استواش. في الوقت اللي الناجتس بيتحمر فيه هنعمل البوب كورن سريعا. اهو كل حاجه ماشيه تمام، هسيب النص ده للبوب كورن. البوب كورن نفس الموضوع، هقطعه صغير شويه عشان انتوا عارفين البوب كورن بيبقى قطع صغيره. وهي حاجات حلوه وتسالي كده للاطفال لما يكونوا مغلسين وعايزين حاجة أو عايزين ياكلوا برا. ممكن حتى تعمليهم وتاخديهم معاكي وتعملي قراطيس صغيرة كده زي بتوع الرحلات أو بتوع السينما، وانتوا خارجين ياكلوهم في الطريق في العربية تبعتيهم. أظن المدرسة ممنوع، المدارس ممنعة الحاجات دي اللي هي الناجتس والبوب كورن، فممكن بس تكتفي بس في الخروجات وكده. تمام كده، انا بس هبتدي احضر منديل كده للمطبخ. عشان احط فيه الناجتس. هشوف بقى النظام، حاولوا تفصلوا ما بينهم على الاقل عشان خاطر ما يبقوش لازقين قوي. تفصلوا بالراحة، ما تفصلوش من الأول، اديهم فرصة تتكون الطبقة المقرمشة اللي برة دي. تمام، وهسيبهم هنا ونبتدي نشتغل سريعا سريعا في البوب كورن. البوب كورن بنتبله بشوية بابريكا، بنتبله بودرة الثوم، بنعمل له فلفل أبيض، وبنعمل له بودرة البصل. مفروض نسيبه شوية في التتبيلة دي فترة عشان خاطر ياخد طعم حلو، لكن احنا هنشتغل سريعا. عندي هنا البيض،
حوالي بيضتين مثلا، هخفقهم مع بعض. بالشكل ده، وهجيب بولة اخلط فيها التوست المطحون مع الدقيق المطحون، او الدقيق مش مطحون، وهجيب بقى اخلطهم مع بعض كده. ممكن اتبلهم هما كمان بشوية بودرة الثوم، بودرة البصل، مش هحط بابريكا عشان حطيتها اوريدي، شوية ملح كمان. شفت البوب كورن ما مشيتش بسرعة، ده معناه ان انا اديت فرصة للفراخ نفسها، او الناجت سوري، للفراخ نفسها انها تتحمر اهي. زي ما قلت اهم حاجة تبقى على نار واطية، مش مستعجلين. طيب بعد ما عملت دلوقتي البوب كورن بخلطه كويس بالشكل ده، مفروض قلنا نسيبه نص ساعة شوية في الحاجات دي، وهروح واخداه وحطاه في البيت ده اهو. وبعد كده انزل بيه في الخليط بتاع الدقيق والتوست. ما تستخدموش البقسماط، لان البقسماط هيتحمر بسرعة اهو. تمام كده، وهبتدي احمر الحاجة. بس خلوني اطمن على الناجتس، ممكن الناجتس كمان نعملها مخبوزة، بس الاطفال ما بيحبوش الناجتس مخبوزة. خلونا صراحة مع بعض. هروح واخدة بقى البوب كورن، هعمله كده. خلونا نشتغل على طول كده، وهنزل بيه هو كمان. المهم النار تكون واطية كده، انا بحمر الحاجة في السليم، ما بتتحمرش بسرعة، وفي نفس الوقت بتستوي الفراخ معايا. وهشوفكم بعد ما تتحمر الحاجة نقدم الحاجة مع بعض. وجبات الاطفال النهاردة خلصت، واللي خصصناها للوجبات السريعة اللي بتتباع برا، بس عملناها على الطريقة البيتي. عملنا مع بعض اصابع السمك بالشبت والزيتون، وعملنا مع بعض البوب كورن البيتي، او بوب كورن الفراخ مش بوب كورن الذرة. عملنا كمان الناجتس البيتي، وعملنا اصابع الدجاجة والكريسبي تشيكن ستريبس اللي بتتخبز في الفرن. يا رب الحلقة تكون عجبتكم. اسبوع وصفات الاطفال او وجبات الاطفال لسه مستمر، اشوف كل حلقة جاية وافكار جديدة ووصفات جديدة، بس في مطبخ اسيا على نفس القناة ونفس التردد ونفس الساعة. اشوفكم الحلقة الجاية.